هوية بريس نحو إعلام هادف. طيب مدام ترسين موضوع الإرث السلوم قرب للرأي العام، واش الإرث أمر قطعي؟ دابا بزاف الناس راه كنعرفوهم نيت تقدر تكون النيه ديالو صادقه، ولكن بحكم التاثر بالواقع اللي كيعيش فيه تيرفع مطالب ما تعرفش مدى الخطوره ديالها. واش الارث مثلا مادام ترتيه الان واش هو امر قطعي؟ فيه الثلوث، فيه النص، فيه التومون، فيه الارث امر قطعي لا نقاش فيه ولا يختلف فيه العلماء ولا يتناطح فيه اثنان ما عمرهم اختلفوا فيه من الانسان الواحد. لا يختلفون نهائيا في بعض القضايا، ما كنهضر في الامور الكليه يعني الواضحه، هو من القطعيات والثوابت، من القطعيات والثوابت، شيء قليل جدا جدا محسوب عند المتخصصين يعرفونه في اجتهادات. لكن الانصبه اذا رجعت الى القران هو من حدد الثمن وحدد الثلث وحدد النصف الى اخره. ثم الذين يرفعون هذا الشعار المساواه في الارث نقول لهم بأن أنا لو لم يكن هذا الإرث من الله عز وجل لطلبت بالمساواة. أتقول لماذا؟ لأن الأقسام الإرث فيه قسم المرأة تساوي الرجل فيه مساواة، وفيه قسم المرأة ترث ولا يرث الرجل، وفيه قسم ترث هي أكثر منه، وفيه قسم والذي يتحدثون عنه يقيمون البلبل والضجة. يعني كاين حالات كتورث المرأة وما كيورث الرجل. ما لا يرث، أنا أقول لك بصفة عامة، أما المتخصصون فيعرفون هذا. يرث الرجل، ترث المرأة ولا يرث الرجل. إذا دعوت إلى المساواة فعليك أن تقيم المساواة هنا، وتقيم في المساواة التي فيها حالات كثيرة المرأة تأخذ أكثر من الرجل إلى آخره. هذا باختصار وضع رباني قطعي ثابت لا يمكن تغييره ولا تبديله ولا تحريفه. ما كاين فيه كلام. لا ما فيه كلام في قضية الإرث. طيب على وليس في الإرث وحده، إنما في قضية في قضايا عدد من القضايا التي تطرح النقاش. نعم. طيب مادام ذكرتي قضية ديال الجياد، وهبي قال لك بأنه طرح واحد الورقة شرعية وتلاها برفق في واحد المؤتمر، وتا واحد فيكم الإسلاميين ما جاوبوا، قال لك واحد شخص واحد بجواب محترم، أما كاين حتى شي واحد قال لكم لا تقبلون النقاش. كيف لا نقبل النقاش؟ واش يعني أنتم الورقة اللي قدمها وزير العدل؟ في ماذا وقدم هذا الوزير؟ قدمها في إطار مراجعة المدونة والقانون الجنائي، وجاب نصوص على القيام والشاطبي وتكلم بخطاب شرعي. لا شوف، بالنسبة نحن نرحب أي نقاش، ولم يكن لم يحصل في يوم من الأيام أن طرحت قضية من القضايا ولم تناقش من طرف الإسلاميين أو من غيرهم، لكن وحتى العلماء يناقشون هذه القضايا. لكن ما هي خلفيتك أنت في النقاش؟ وما هي مرجعيتك أنت؟ إذن فالنقاش الدائر بالنسبة لي أنا، والذي يصول ويجول كله دائر على محور مركزي هو المرجعية، فالطرف الآخر يريد أن يستقوي بالاتفاقات الدولية. المرجعية كتقصد بها هي الأمور اللي كيستند عليها في الكلام ديالو. نعم. واش الوحي؟ واش المرجعية الغربية؟ واش المرجعية الغربية؟ نقربوا للمتابعين. إي نعم. نحن نقول بأن القضايا الأسرة والمدونة وما يحوم حولها هذه قضايا شرعية ينبغي أن تناقش على ضوء الشريعة الإسلامية، وأن يبت فيها المتخصصون والفقهاء والعلماء، وهذا لا يمنع من الاستفادة من الآراء الأخرى، خاصة فيما يتعلق ببعض الاختلالات التي تقع إلى آخره، أو بعض المتخصصين في مجالات، هذا لا يمنع. لكن أن يقع يعني أو من يريد أن يزيح الشريعة ويحل محل الاتفاقات الدولية فهذا لا يمكن أن يقع. ما هي هذه الاتفاقات الدولية؟ شنو هي السلام؟ هي الاتفاقات الدولية، هل استشاروا فيها يعني الدول الأخرى، الدول الإسلامية؟ شاركت في اللقاءات ولو شاركت، فالذي وضعوا الذين وضعوها خلفيتهم غربية، مبنية على فلسفة مبنية على فلسفة غربية يعني في قضية المساواة. وإذا أردنا أن نتحدث عن قضية المساواة التي تثار وتقام عليه الضجة، فالمغرب نفسه يعني أوقع تحفظات، ولكن المغرب أمضى على هذه الاتفاقيات أو أمضى عليها بالجملة، ولكن تحفظ على بعض بنودها. فمثلا أعطيك مثلا هو هذا التحفظ الذي أقرأه لك من هنا، التحفظ على المادة السادسة. هو مش المرجع هذا الكتاب؟ هذا الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان التي يعد المغرب طرفا فيها.
هذا صدر شي واحد، هذا صدرته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان هي التي أصدرت هذا في سنة 1919 عفوا. هذا فعل الرميد ربما. نعم. إذن فماذا تقول؟ هل المغرب من المغالطات التي يروج لها أنهم يقولون على أن المغرب صادق على اتفاقية؟ لا، هذا كلام مجمل، لكن عند التفصيل يظهر أن هناك من الاتفاقيات كان للمغربي تحفظ عليها تحفظات. مثلا تحفظ على المادة 16، تتحفظ حكومة المملكة المغربية على مقتضيات هذه المادة وخصوصا ما يتعلق منها بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، وذلك لكون المساواة من هذا القبيل تعتبر منافية، اسمع، تعتبر منافية للشريعة الإسلامية التي تضمن لكل من الزوجين حقوقا ومسؤوليات في إطار من التوازن والتكامل، وذلك حفاظا على الرباط المقدس للزواج. إلى أن قال: فأحكام الشريعة الإسلامية تلزم الزوج بأداء الصداق عند الزواج وبإعالة أسرته، في حين ليست المرأة ملزمة بمقتضى القانون بإعالة الأسرة كما أنه عند فسخ عقد الزواج إلى آخره. يعني داكشي اللي جاء في المدونة. نعم. لذلك فهذا الذي ثم حتى في حتى قال أن لا تخل من الشروط التي جاءت في هذا الكتاب فيما بعد في الإعلان التفسيري، إعلان تفسير على المادة الثانية من الاتفاقيات، وضع قيدان وشرطان. شنوهما سيعود؟ قال ألا تخل بالمقتضيات الدستورية التي تنظم قواعد توارث العرش، عرش المملكة المغربية. ألا تكون منافية لأحكام الشريعة الإسلامية، علما بأن بعض الأحكام الواردة في مدونة الأحوال الشخصية المغربية التي تعطي للمرأة حقوقا تختلف عن الحقوق المخولة للرجل لا يمكن تجاوزها أو إلغاؤها. والنص يعني إلى آخره. واضح. يعني واضح. يعني كاين تحفظات. هذه. قضية ولاية العرش مثلا، في قضية الأسرة وما. قضية الأسرة في هذه القضايا. إذن فنحن نقول على أنه هذه المدونة مبنية على الشريعة الإسلامية وعلى أحكامها، وعلى والمتخصصون يعرفون هذا والعلماء يعرفون هذا. إذن هناك في نظري من يريد أن يتلاعب بمرجعية الأمة المغربية ويريد أن يستبدلها بغيرها بما هو عند الآخر. هوية برنس، نحو إعلام هادف.